بخصوص الأرقام بقى يا فندم، الأرقام النهاردة انخفضت مرة تانية فيما يرتبط بعدد الحالات اللي تم الإعلان عنها كإصابة. امبارح كنا متجاوزين 50، النهاردة بقينا 39 عدد حالات الشفاء، وحضرتك شرحت لنا الفرق ما بين الإيجابي والسلبي والشفاء امبارح. في سؤال، زي ما ذكرت لحضرتك، يعني احنا الارقام هتفضل فلكتويتنج، بتزيد بتقل حسب التقصي، تمام. ولكن احنا عندنا مؤشرات ايجابيه، اهم حاجه انه ما يبقاش فيه قفزات، بس يا رب ان شاء الله ما يحصل، يعني ان شاء الله ما يبقاش فيه قفزات طول ما الاجراءات الوقائيه بتتبع زي ما هي، ونشدد على اتباعها، وطول ما الحمد لله كان في استجابه من المواطنين الامس واليوم في حظر التحرك، كل ده، كل هذه الاجراءات مع اجراءات الحكومه بيساعد شغل الطواقم الطبيه كلها، هتساهم في الانتهاء ان شاء الله من الازمه. طيب، باذن الله. والنهارده كان في تصريح حقيقه مشجع جدا لمدير عام وزاره الصحه العالميه، ان مصر لديها فرصه كبيره للتغلب على الفيروس طالما هذه الاجراءات بيتم اتباعها بشكل جدي. نتمنى ذلك. سؤال بس اخير يا فندم، عند حضراتكم في الوزاره بيبقى تقرير بخصوص عدد المصابين؟ مثلا احنا عندنا كام حاله حرجه بتبقوا متوقعين؟ ده بيبقى معروف عندكم، بتبقوا رصدين الارقام دي ولا لا؟ طبعا بيبقى عندنا في غرفه الازمات اللي بتدير ازمه فيروس كورونا على مستوى البلاد، عندها كل التفاصيل من داخل المستشفيات العزل، وعندها الحالات المرضيه بالتفصيل. الحالات الحرجه عددها كبير يا فندم مقارنه بحالات اللي موجوده دلوقتي؟ لا الحمد لله، الحالات مش الحرجه عددها قليل، يمكن الحالات المتوسطه، يعني عندنا حالتين او ثلاثه على الاكثر. لكن باقي الحالات اللي كانت حالات متوسطه الحمد لله بدات في تحسن، فدي مؤشرات كويسه. زي ما قلت لحضرتك، احنا عندنا مؤشر انه حالات الشفاء تقريبا بترتفع بشكل يومي، والحالات اللي بتتحول نتيجتها من ايجابيه لسلبيه، انا كنت مع حضرتك امبارح كانوا 113، النهارده 130، يعني في حالات في طريقها للشفاء، فده مؤشر جيد، فان شاء الله بنتمنى له جميعا الشفاء. واحنا نسبه اجمالي الوفيات لغايه دلوقتي مقارنه بالاعداد عند المستوى الدولي ولا اعلى؟ تقريبا عند المستوى الدولي او اعلى، حاجات بسيطه. لكن خليني اقول لحضرتك انه يعني خلينا نقول الحالات الوفيات، احنا عندنا مثلا يمكن من 8 ل 10 حالات وفيات، تقريبا الحالات الاجانب او القادمين من الخارج. اولا العمر، يعني سن مرتفع جدا. ايوه. ثانيا يعني جم عندنا يمكن ما يعني في بعض الحالات ما عداش عليها 6 ايام، وفي بعض الحالات ما عداش عليها يومين، اللي هم كانوا جايين مصابين بالاساس، هم كانوا جايين بالظبط مصابين ودخلوا المستشفيات، ويعني قضوا فتره بسيطه جدا. عشان كده احنا خاطبنا اللوائح الصحيه الدوليه الخاصه بدولهم، في يعني يجيب التاريخ وكان فين قبل ما يجي واحتك بمين وراح فين وعمل ايه، لانه طبعا دي يعني تفرق كتير، احنا ما لحقناش. يعني في بعض الحالات جات لنا وتوفى الله ما لحقتش تقعد عندنا حتى اسبوع، مفهوم، فما لحقش حتى يمشي على بروتوكول علمي او بروتوكول. احنا لغايه دلوقتي يا فندم مؤشراتنا ايجابيه بخصوص انه يعني يا رب العالم كله بيواجه المساله دي، بس احنا مؤشراتنا لغايه دلوقتي مشجعه في انه امكانيه ان احنا نفضل عند المستوى الثاني، مشجعه كما اوضح اليوم السيد مدير عام منظمه الصحه العالميه. ده حقيقي فعلا، لان ده طبقا لاحصائيات المنظمه اللي احنا بنحدثها لهم بشكل لحظي. لكن في حال ثاني وثالث الاحتفاظ بالدرجه دي من الجديه والالتزام، بالظبط، وتزويد الدرجه دي من الجديه والالتزام، لان انا كل ما بزود درجه الجديه والالتزام كل ما بتفضل في المستوى ده او تقل بقى، او تقل بدل ما ترتفع. بالظبط كده. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور خالد مجاهد. احنا كنا بنسال الاسئله دي مخصوص علشان كمان انه نعرف الارقام دي دلالتها ايه، ونعرف قد ايه فكره الالتزام بالقعده والالتزام بالقرارات اللي خرجت من الحكومه في مساله حظر التجول معناها ايه بالظبط، واثرها علينا ايه بالظبط.